عزيزي الوزير، هناك مشكلة مياه في بلدك، ما الحل برأيك؟ صراحة الامتحان صعب وفيش وقت للأسئلة، ما لها علاقة ببلدي، ذبحتونا. أحلام وكواليس عيشتونا، بالوهم والخوف غمرتونا. الواحد بيصحى الصبح بفطر كافيار، آخر الليل يا دوبي يلاقي علبة تونة. الحكومة تتخذ قرارات وبالأخير بتقول الهمة بالشباب. كل مشكلة حكومتنا بتستنى الحل يجي من السماء. يا أخي ماشي، بس برضو الأخذ بالأسباب. مشاكلنا هي هي، حلولنا هي هي، ما في أي جدية بالتغيير. عشان هيك حاب أقولكم قصة العالم اللي عمل امتحان للوزير. يا واللي أقولكم خلينا نشوفه أحسن. ليلة نهار بلا كلال أو ملل أو هبل، وزراء مخلصين لعملهم من الشعب ولأجل الشعب والوطن، وزراء محترفون خارقون وثائقي، نقدم لكم هذا المساء وكل مساء. لطالما أحببت الوزراء منذ صغري، وتمنيت أن أكون وزيراً، لكن حظي قمامة. هناك فروقات واضحة بين الوزراء في مختلف أنحاء العالم، لكن الوزير الأردني شيء آخر تماماً. إنه مذهل، مقلق، مبهج، مبكي، لا منطقي، وواعي في نفس الوقت، تماماً مثل الرغيف العجيب. لقد هبلتني هذه الظاهرة منذ سنين وإلى يومنا هذا. اسمايلو. إنك وزير حقا مرح. عفوا، لم أوافق على أمر الصورة، أنت تخترق خصوصيتي. مالك أبو إسكوبار، كلها صورة، شو فايت عليك بالحمام أنا؟ لا دخل هذا المرحاض يا رجل. ثم إسكوبار ليس اسمي، وهو كولومبي وأنا مكسيكي. مكسيكي، كولومبي، هندي، مش بيننا يا زلمي، كلها شعوب أكلها حار وبتشلفط. ولا لا أبو مايكل؟ دعونا نبدأ الاختبار لننتهي من هذا الهراء. يا شباب، ماذا هناك بحق جحيم؟ إنه مجرد اختبار لعين، لماذا الهبل؟ ألبرتو معصب. يا أخي اسمي ليس ألبرتو. حسناً انتهى الأمر، ها هي الأوراق وسأترككم لعشر دقائق. أنا متأكد أن الأمر شربة ماء بالنسبة لكم. أخبرنا ماذا حدث بعد ذلك. ما حدث بعد ذلك كان مصيبة. انظر إلى هذه المهزلة. جلس يلهو بهاتفه وأنا أسأله كيف سيحل مشاكل شح المياه في بلده. إنه غير مهتم للأمر بالمرة، صدقني. هنا ظننت أنه استحى على دمه وأراد أن يجيب. ها، وماذا حدث؟ انظر بعينيك، ليته لم يخرج قلمه. لا، والألعن من ذلك، راح يتحدث مع الوزيران من أجل واسطة لقريبه، وراح يشرب الماء بإسراف ويريهم مسبحه الخاص على هاتفه، ولم يجب على أي شيء. هذا غريب حقا، كيف سيتمكنون من حل أزمة المياه إذن؟ ها قد جاء بنفسه، اسأل. عزيزي الوزير، هناك مشكلة مياه في بلدك، ما الحل برأيك؟ صراحة الامتحان صعب وفيش وقت للأسئلة، ما لها علاقة ببلدي، ذبحتونا. انظر يا شيخ، أنت تسأله عن المياه وهو يجيب عن الاختبار. ما هذا؟ هذا طلب استنجاح. كاتب في مجموعة دعاوي وترجي عشان تنجحني في الاختبار. ماذا تهدي؟ بالله عليك يا رجل. هذا اللي عندي، أو رجع لي الزمن أحل براحتي. مش أنت عالم؟ ما نعصب، قلنا رجع لي الزمن. شو مالك؟ طاق طاق طاقية، خبر وخبرين وبية، شايب حليب وينسون زهورات وميرامية، تبع
معنا عالأخبار وشوف الخلطة السحرية. وضع البلد زوج الزوج، وضع الأم العربية، لا فساد ولا بطالة ولا فقر.